فيديو جميل كيتكلم على طريقة التعامل مع الأطفال في السن السابعة لتربيتهم على الصلاة، باش إن شاء الله في السن العاشرة يكونوا مستعدين لهذه الفريضة الدينية. إذا استمعوا لهذا الفيديو هذا. التربية بالإقناع وليس بالإجبار، اللي هي المناعة وليس المنع. بمعنى آخر، لما أجي أنا قم صلي قم صلي قم صلي قم صلي، نقول لساننا سان حبس، لساني صار سبحة وأنا أقول قم صلي وابني ما يقوم نصلي، ونقوم بعد 3 سنوات قم صلي. وكان في كمان لما يقول في تحيز ونوع من الاختيار متى أقول له قم صلي. خلينا نأخذ واقع مثال صلاة الفجر، يقول لك لا يا أبويا خلي نوم الظالم عبادة، لا تصحين صلاة الفجر. لكن لما يصير عمره 10 سنوات حينضرب بالحزام على صلاة الفجر. طب أنت ضيعت عليه فترة التدريب، هو ما يعني كما قلت فترة التدريب 3 سنوات، يعني من السن السابعة العاشرة فهي 3 سنوات ديال التدريب. الآباء خاص يدربوا فيها الأطفال ديالهم على الصلاة، ممكن حتى السن العاشرة ونفرضوا عليه الصلاة، وحنا حرمناه من 3 سنوات ديال التدريب. تدرب لفترة التدريب لأنك أنت تبغى منطقة الراحة دي. ورجع دكتور بومان يقول لك عدونا الأول منطقة الراحة دي اللي إحنا ما نبغى ندخل فيها. طيب إيش اللي بيحصل الآن لما أجي أنا ما أكون متفاعل في تعليم ابني فكرة زي فكرة الصلاة؟ يقول لك لما تقول لك مروا أولادكم للصلاة بسبع، معناته أنت عندك 3 سنوات تدريب، أضرب عدد الصلوات في 3 سنوات تطلع في حول 5347 صلاة ولا 43 صلاة ولا 34 صلاة، حاجة زي كده. كم أم وأب شفتهم بدي عدد المرات يقفوا مع أولادهم اللي هو لسه عنده فرط حركة ومو قادر يوقف مكانه، واقفين بيصلوا وبيعطيله معنى الصلاة وليس طقوس الصلاة.